بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على عطائه وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه ونعوت جلاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى جميع صحبه وآله سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وارجوا رحمته وخافوا من عقابه. إننا ولله الحمد في هذه البلاد نعيش في أمن وإيمان وسعة رزق، ومن حولنا بعضهم فقد الأمن فأصبح في خوف وقلق، وبعضهم فقد الإيمان فأصبح في كفر وشرك وانحراف عن دين الله، فليكن لنا بهم عبرة، ولنتخذ من النظر في أحوالهم طريقاً معتدلاً موصلاً إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قص الله علينا خبر من قبلنا من الأمم التي كفرت بالله وجحدت نعمه، ما حل بها من العقوبات، من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات وغيرهم من الأمم الماضية التي أهلكها الله جل وعلا بسبب كفرها ومعاندتها لرسل الله، بقيت آثارهم تدل على أخبارهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم الظالمين. إن نكن على عبرة من ما حل بهم، فنتجنب السبب الذي أهلكهم الله به، وهو الكفر بالله والشرك بالله وجحود نعمة الله عز وجل. ولننظر إلى من حولنا من الدول التي لا تزال تعاني من الكوارث والعقوبات بسبب كفرها وشركها وتمردها عن طاعة الله وتغيير دينه. وسنة الله جل وعلا لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. تخبطون الآن في كفر وضلال وفي شرك وفي فسوق، يتخبطون في دينهم وفي دنياهم، حلت بهم الزلازل والكوارث، زلازل في الأرض، زلازل
في الأرض وفيضانات أغرقت زروعهم وديارهم وشردتهم وبركانات تثور بالنار واللهب تغير الجو وتهلك من حولها وكذلك أموالهم أصيبت بالنكبات والكساد والخسار بسبب أنهم تجرأوا على محارم الله تعاملوا بالمعاملات المحرمة وتركوا المعاملات المباحة تعاملوا بالربا والقمار تعاملوا بالغش والخديعة فسلط الله عليهم عقوبات متنوعة ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي حار الطب على تقدمه حار فيها ولم يجد لها علاجا وأنتم تقرؤون وتسمعون ما يحل بمن حولكم ليلا ونهارا سلط الله عليهم الجبابرة والدول الكافرة تسومهم سوء العذاب تقطع ديارهم وتفرق بينهم وتشتت شملهم وهذا مصداق قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وذلك بالصواعق وذلك بالطوفان وذلك بالرجم بالحجارة وذلك بالكوارث السماوية أو من تحت أرجلكم بالخسف والزلازل والبركانات وغير ذلك مما ينبعث من الأرض وشيء تشاهدونه وتسمعون به وقيل يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي من رؤسائكم وقادتكم وأمرائكم فيسلطهم الله عليكم ويسومونكم سوء العذاب ومن تحت أرجلكم من خدمكم وعبيدكم وأسافلكم فيفسقون في الديار وينشرون الشر بينكم وهذا أمر واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله أو يلبسكم شيعا يفرقكم إلى فرق وأحزاب تتناحر وتتقاتل ويذهب الأمن بينهم ويصبح الناس في قلق وفوضى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض تلك الأحزاب والفرق التي كل واحد منها يزعم أنه على الحق كل حزب بما لديهم فرحون وهذا واقع ومشاهد وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود
على 71 فرقة. افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا واقع مشاهد، وهذا مستمر في الأمة من مقتل عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وهذا يتكرر في أمة الإسلام، لكنه يزيد في بعض الأحيان ويحصر في بعض الأحيان، ولكنه موجود ولا يرفع إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع السيف في هذه الأمة، يعني القتل، فلن يرفع إلى يوم القيامة عقوبة لهم. فلنتذكر يا عباد الله، ولنخف ولنتب إلى الله عز وجل، ولنأخذ على أيدي سفهائنا، ونناصح ولاة أمورنا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن يصيبنا مثل ما أصابهم، وما ذلك منا ببعيد. لنحذر ولنتخذ الأسباب الواقية، ولا نأمن من مكر الله، ولا نأمن من عقوبة الله إذا وجدت أسبابها وهي موجودة وكثيرة. ولكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فلا نغتر بحلم الله، ولا نغتر بالإمهال. هناك من يهون من هذه العقوبات ويقول: هذا شيء عادي، هذا شيء عادي، هذه كوارث طبيعية، هذه الحوادث كوارث طبيعية تجري بها العادة، وليست نتيجة لغضب الله، وليست عقوبة من الله، وإنما هي أشياء عادية جرت على من كان قبلنا. يقولون: ظلمتهم الطبيعة، قست عليهم الطبيعة، وهكذا من الألفاظ الكفرية والعياذ بالله، مثل ما قالت الأمم الكافرة من قبلهم: إن هذا إلا خلق، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يقولون لنبيهم عليه السلام، لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فماذا كانت عاقبتهم؟ أرسل الله عليهم الريح العقيم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم يقولون: ما نحن وما نحن بمعذبين. قالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذا شيء عادي جرى على من قبلنا، وليس هو نتيجة للمعاصي، هكذا يقولون فيما سبق ويقولونه الآن. يقولون: لا تعظوا الناس، افتحوا لهم باب الفرح والسرور، لا تكدروا على الناس بهذه المواعظ، لا تذكروهم بالعقوبات. ليس هناك عقوبات، إنما هي أمور طبيعية، أمور طبيعية ليست نتيجة للمعاصي ولا للمخالفات. هذا هو سبيل المجرمين من قبل، وهو سبيلهم الآن، يهونون من هذه الأمور
وينسون الناس ذكر ربهم، ينسون الناس الخوف من الله عز وجل، يغفلونهم عن التوبة والاستغفار، ويهونون عليهم هذه الأمور، وينادون بذلك في صحفهم ومؤلفاتهم، في إذاعاتهم وفضائياتهم، في وسائل إعلامهم، ولا يستحون من الله عز وجل. سبيل المجرمين واحد من أول الخليقة إلى آخرها، وما يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. هذا من الدهر ومن تقلبات الأيام، فينسبون هذه الأمور إلى الدهر أو إلى الطبيعة، وليس لله ذكر على ألسنتهم ولا في قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البينات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. إن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ويقول سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرًا نعمةً أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله جل وعلا قال أيضًا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. إنه يا عباد الله لا يكفي الدعاء والاستغفار، بل لا بد من التغيير من الواقع الذي نعيشه، فنغيره من سيء إلى حسن، نغيره من سيء إلى حسن، حتى يغير الله أحوالنا من سيء إلى حسن. فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله